أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مراكز وأبحاث. معروف طبعا أن عدم التخلص الآمن من المخلفات النباتية والزراعية بيتسبب في مشكلات بيئية كبيرة جدا. النهاردة موجودين داخل المركز القومي للبحوث وتحديدا من داخل قسم العقاقير، هنتكلم عن كيفية الاستخدام الأمثل لمثل هذه المخلفات النباتية، إزاي أنا ممكن أستخدم القشور النباتية في العديد من الصناعات الدوائية. تابعونا في هذه الحلقة وما تروحوش في أي مكان. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم، شرفني في هذا اللقاء الدكتورة مروة البتنوني، أستاذ مساعد بقسم العقاقير بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، فرصة سعيدة، منورنا. ربنا يخليك. في البداية دكتور، لو احنا يعني عايزين نعرف المشاهدين بما أننا موجودين في قسم العقاقير، نعرف القسم ونعرف أيضا الدور المنوط بهذا القسم. حضرتك في البداية، هو قسم العقاقير، كلمة عقاقير أصلا يعني بتنقسم لجزئين. النوع الأول يعني الجزء الأول عقار، والجزء الثاني علم العقار. فإحنا بنشتغل على أن احنا نحاول نستخلص أي عقار من مواد طبيعية، من نباتات في الأصل يعني، ونحاول نعمل لها اختبارات على الوظائف الحيوية مثلا لحيوانات تجارب، بحيث أن احنا نوصل لنتيجة فعالة للعلاج بين الجزئين دول، جزئية النبات وتأثيره على الجسم الحيوان بصور مختلفة. وقبل كده لازم نقيس له طبعا السمية بتاعته قبل ما نبدأ نشتغل عليه. ده تعريف العقاقير. تمام. بما اننا موجودين داخل القسم وما يتعلق بالصناعات الدوائية، احنا كنا بنتكلم عن موضوع المخلفات. أيوة. المخلفات النباتية، لو هنعرف المخلفات النباتية هي بتبقى عبارة عن ايه يا دكتور؟ حضرتك المخلفات النباتية هي كل أي أجزاء في النبات لا تستخدم في الأكل. يعني معظم النباتات اللي موجودة سواء كانت خضار أو فاكهة، غالبا ممكن ناخد مثلا منها ثمار أو أوراق، وبقية الأجزاء بتاعت النبات دي بتبقى طبعا عبء لأنها ممكن تعمل تلوث، فدي بنسميها مخلفات. ممكن تبقى في حالات معينة أوراق، زي مثلا شجر الرمان احنا بنحتاج الثمار بتاعه، لكن أوراق الشجر احنا مش محتاجينها، فدي بالنسبة لنا بتبقى مخلفات. بذور النباتات، في بذور مثلا بنستفاد بيها زي بذور نبات عباد الشمس، ده بيتاكل، لكن الورق بتاع عباد الشمس مش بيتاكل. في بذور تانية هي اللي بتبقى مثلا هي المخلفات، مثلا بذور الطماطم والبرقوق وكل الفواكه او الثمار اللي بتتاكل دي فيها بذرة ممكن يبقى حجمها كبير كمان من حجم الفاكهة وبتترمي. فالمخلفات بتختلف حسب نوع الجزء اللي بيتاكل من النبات، ممكن تبقى بذور او ثمار او اوراق او قشور، كل دي بتعتبر مخلفات من النبات. حاليا بقى في اتجاه يعني اتجاه عالمي، وطبعا احنا بنحاول نواكب شويه ان احنا يعني نحذو زي الغرب، ان احنا نحاول نشوف اتجاهات جديده في الشغل، خصوصا ان في نباتات كتير قوي اتعمل عليها دراسات كتير. لكن فكره المخلفات او القشور دي بتبقى إلى حد ما بنحاول نشوف فيها حاجة جديدة، خصوصا أن مثلا لو النبات بيتاكل زي ما قلت حضرتك الثمار بتاعته بتتاكل مثلا، فالناس بتهتم بدراسة الثمرة، تأثيرها على جسم الإنسان أو الحيوان، إيه اللي ممكن سواء كانت تأثيرات مضرة أو مفيدة، طب المفيد أكتر ولا المضر، لكن محدش خالص بيلتفت للجزء اللي مش بيتاكل. ففكرة أن أنت تستفاد من النبات كله بيقلل جدا جدا طبعا من فكرة عبء التخلص من المخلفات بأحجام كبيرة، وفي نفس الوقت ممكن يبقى فيها مواد مختلفة أو تركيزاتها مختلفة عن اللي بتتاكل، الجزء اللي بيتاكل، وتبقى ليها تأثيرات أحيانا بتبقى كمان أقوى من الجزء اللي بيتاكل من النبات سواء كان ثمار أو أوراق يعني. طيب لو احنا بنتكلم على فكرة التخلص من هذه المخلفات، لأن هو معروف ان المخلف ده انا خلاص يعني في الاذهان ان هو حاجة انا عايز اتخلص منها، عايزها ما تبقاش موجودة، اثر التخلص غير الفعال لمثل هذه المخلفات ممكن يكون اثرها عامل ازاي على البيئة يا دكتور؟ حضرتك عارف طبعا، هو ولو ان ده مش تخصصي، ولكن اللي احنا بندرسه او بنحاول نتجنبه فكرة ان يبقى فيه مخلفات كتير جدا موجودة، طبعا ممكن الناس تتخلص منها بطريقة حتى مش احترافية او مش صحيحة، زي مثلا الناس تتخلص منها تحرقها او ترميها، فتزود
كميات التلوث اللي موجودة سواء في الجو أو تبقى عبء حتى في التخلص منها. فاحنا اتجاه فكرة ان احنا نحاول ناخدها نعمل بيها مستخلصات، نقيم المستخلصات دي ونشوف تأثيراتها المختلفة، ده أكيد بيقلل برضو أو بيدي يعني بيسلط ضوء على فكرة أنها ممكن فيما بعد لو ادت تأثيرات واعدة أو كويسة أنها نقدر نستخدمها أو تتوظف بعد كده في مجالات تانية أو يعني لما تتجرب في تجارب بعد كده. يعني طبعا يا دكتور مروة، احنا عارفين مصر مثلا نظمت قمة المناخ من حوالي شهر أو شهرين، وزي دلوقتي بقى فيه اتجاه أكتر للاقتصاد الأخضر، وزي أن أنا بتجه ليه ان انا استغل المخلفات دي الاستغلال الامثل، ما يبقاش في حرق ليها مثلا، وبالتالي هيبقى في موضوع الغازات الدفيئه والكلام ده كله، صحيح؟ أيوة صحيح. حضرتك عارف كمان من اهم الحاجات اللي اتعملت برضو واللي انا يعني حاولت يعني اقرا عنها هي فكره ان الدوله برضو اتجهت لفكره استخدام قش الرز في حاجات واعاده صناعته او نعمل له اعاده تدوير بحيث يستخدموه في صناعات مختلفه في نسيج او ورق او كده. فطبعا ده لان في بقول لحضرتك فكره ان المخلفات النباتيه دي بتبقى موجوده، اولا بتبقى كمياتها كبيره، التخلص منها صعب جدا. فالاتجاه العام سواء كدوله او حتى اتجاه عام خارجي ان احنا نبتدي نشوف ايه اللي ممكن نستفاده منها حتى لو هيبقى خارج مجال التصنيع، يعني هيبقى على مستوى البحث العلمي اللي ممكن بعد كده يطبق. يعني تمام. طب احنا دايما في برنامج مراكز وابحاث دايما بيبقى فيه اتجاه ان احنا ايه يعني بنستضيف الباحثين المتميزين. دكتوره مروه البتنوني معانا طبعا من الباحثين الممتازين جدا هنا في المركز القومي للبحوث، عايزين نتعرف بيك اكتر فيما يتعلق بالمجالات اللي حضرتك اشتغلتي فيها. دكتور ربنا يبارك في حضرتك. انا في البدايه طبعا خريجه صيدله القاهره، دي حاجه طبعا اتشرف بيها، مش عارفه اقول الدفعه ولا لا، هيبان دفعه 2002 طبعا. وبعد كده حصلت على الماجستير والدكتوراه من طبعا كنت هنا مكلفه، وبعدين حصلت على الماجستير والدكتوراه برضو منحت من صيدلة القاهرة، واترقيت في المركز القومي للبحوث في سنة 2020. وطبعا حضرتك عارف المركز من أهم مركز القومي للبحوث من أهم المراكز وأقوى المراكز البحثية في مصر يعني. وطبعا دايما الحقيقة بيحاول يوفر لنا سبورت إن احنا نقدم مثلا في مشاريع نقدر ناخد منها افكار او تمويل للابحاث او الافكار اللي احنا بتجيلنا ان احنا لو عايزين نطبقها او نشتغل عليها في مجال البحث العلمي. طب احنا عايزين نتكلم على الجزئيه الخاصه بالمخلفات، يعني اي انجاز عندنا بيبقى فيه الجزئيه اللي هي بتاعه البحث وبعد كده فكره التطبيق. بالزبط. يعني ازاي ان انا ابحث في الحاجه الاول وبعد كده ايه بيتم عمل تطبيق. لو هنرجع لقصه المخلفات النباتيه مره ثانيه، ايه اهم الابحاث اللي انتوا اشتغلتوا هنا عليها في قسم العقاقير وايه اللي اتطبق منها لغايه دلوقتي؟ تمام. بص حضرتك، هي القسم هنا احنا الحقيقه حاولنا ننوع شويه، قلنا نمسك شويه جزء من الخضار فاشتغلنا على قشور. يعني هقول لحضرتك انا مجالي اشتغلت مع بالتعاون مع زمايلي طبعا في قشور البسله والفول الحراتي. طبعا حضرتك لو تشوف الثمره مثلا حجمها صغير جدا بالنسبه للقشره، والقشره دي برضو بتبقى ويست يعني. فعملنا لها تقييم، التقييم دي تبقى دراسه من الناحيه اللي هنقول الصيدلانيه او الكيميائيه، المستخلصات اللي بتتعمل من القشره دي بنعملها طبعا بيحصل لها عمليات قبل كده تنظيف وبعد كده تنشيف وبعدين طحن وبعدين نحولها لمستخلص. المستخلص ده بنحاول نقيم فيه ايه المركبات الفعاله، وبنحاول نربط بقى المركبات الفعالة دي بالتأثير. فمثلا في البسلة والفول الحراتي حاولنا نجرب التأثير على خلايا سرطان الثدي خارج جسم الحيوان يعني، وأدى التأثير الحقيقة كويس جدا. برضو اتضح ان هي ليها دي الابحاث. وبرضو كان في جزء تاني من البحث كمضادات اكسده، وبالفعل طبعا حضرتك عارف ان فكره ان يحصل الجزيئات الحره اللي بتتكون في الدم او كده دي بتبقى تاثيرها سيء جدا على اي وظائف حيويه داخل جسم الانسان او داخل جسم الحيوان زي ما احنا كنا شغالين.
ففي طبعا لما لقينا يعني المستخلص ده كمان له تأثير عالي جدا على فكرة انه قلل الاجهاد التأكسدي او فكرة الذرات الحرة اللي بتبقى موجودة في الدم بتاع الحيوان. فده كان نتيجة البحث الاولاني. في مثال تاني اشتغلنا على قشور التين الشوكي، لان لقينا حقيقة معظم الشغل كان مركز على الثمار بتاعته، لانها طبعا مشهورة جدا ومشهورة في بلاد كتير كمان غير مصر، يعني في الهند وبلاد الاستوائية. والقشور دي حاولنا نجرب تأثيرها على التهاب القولون. ويمكن في البحث ده كان في تكنيك جديد شوية في او تقنية جديدة في ان احنا الالتهاب بتاع اي مرض بنقيسه في جسم الحيوان بيبقى الاول لازم الحيوان ده بيبقى سليم، ما بيبقاش عيان يعني. فاحنا بنعمل له يعني زي ما نقول بنعمل له بندي له ماده بنحقنه بحيث المرض ده يبقى عنده قبل العلاج يعني. ففي الحقيقه كان المره دي كان اتجاه ان احنا يبقى الحيوانات دي مريضه بالقولون عن طريق الاشعاع، وكان زمايلنا من مركز بحوث الاشعاع كان ليهم دور برضو، هم ساعدونا في الجزئية دي. وكانت الفكرة نفسها كانت مختلفة شوية. الفكرة ان المستخلص كان له تأثير جامد جدا على فكرة انه يقلل لنا المؤشرات بتاعة الالتهاب في الجسم، وقلل لنا كتير جدا من اعراض التهاب القولون. فطبعا دي والتجارب دي كانت داخل جسم الحيوان، وبرضو دعمها فكرة التشريح اللي بيحصل بعد كده. وزي ما قلت لحضرتك هو اي مستخلص طبعا عشان نجربه، حضرتك عارف فكرة المخلفات كمان النباتات دي بما انها بتتاكل فبتبقى السمية بتاعتها قليلة. وطبعا رغم كده احنا بنعمل طبعا في الاول زي قياس للسمية قبل ما نبدأ ندي جرعة علشان نحاول يبقى نحدد الجرعة الامنة اللي ممكن تدي التأثير ده. وطبعا ربطنا بين التأثير والمركبات اللي كانت موجودة في التحليلات الكيميائية دي، وحاولنا نعمل زي يعني ربط بينهم، ايه اللي ممكن، ايه كمية المركبات اللي موجودة او ايه انواعها. لان حضرتك عارف ممكن مستخلص مثلا بمذيب معين يطلع لي مجموعة من المركبات، لو استخدمت مذيب تاني هطلع لي مجموعة تانية خالص. فانا لازم يبقى عندي الاول بعمل زي دراسة عن النبات ده، اشوف اي مذيب هيطلع لي مركبات ايه اللي ممكن تديني تأثير كويس. فده بيبقى ده جزء كبير من شغلنا احنا يعني. وبالطبع بنقرأ المراجع اللي قبل كده او الدراسات اللي كانت موجودة قبل كده يعني على نفس النبات ده. ده طبعا انا مش ببدا يعني، احنا مش بنخترع العجلة، الفكرة ان بيبقى في ابحاث بالفعل موجودة وانا بكمل عليها. لازم تبقى في عندنا مراجع، المراجع دي على الاقل بتدينا زي ارشاد كده احنا ممكن نتحرك في اي اتجاه، نستخدم اي مذيب افضل. حتى فتره ان احنا ناخد اللي هي اسمها جمع النبات، في اوقات معينه لو جمعت فيها النبات هتلاقي ان المواد الفعاله فيه اقل بكتير قوي من اوقات تانية. فاحنا لازم دي بقى حاجات احنا لازم نراعيها في البداية قبل حتى ما نبدأ نشتغل خالص ولا نجيب باودر أو. وطبعا من الحاجات المهمة جدا ان احنا نعمل للنباتات دي تعريف، يعني ما ينفعش اي حد يقوم جايبنا باودر او نبات من اي حتة ويقول خلاص هو ده هشتغل عليه. طبعا احنا كصيدلة وكعقاقير الكلام ده عندنا مرفوض تماما يعني، يعني لازم الحاجات دي تبقى معرفة بمصادر من اساتذتنا ودكاترتنا الثقة اللي فعلا انا ممكن اشتغل. انا عارفه شكل البسله وعارفه، بس ممكن يبقى فيه في مصر مثلا 20 نوع بسله بيتزرع، طب انهي واحد اللي هقول ان هو ادى الفعاليه دي او اي وفي اي فتره. فطبعا لازم دي من الحاجات المهمه جدا ان احنا نعمل تعريف موثق للنباتات اللي هنشتغل عليها قبل حتى ما نبدا الشغل يعني. تمام دكتوره مروه، طبعا الكلام معاكي شيق ومكملين معاك ان شاء الله، ولكن اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ورجع لكم مره اخرى. أعزائي المشاهدين ومكملين معاكم بعد هذا الفاصل، مشرفني في هذا اللقاء دكتورة مروة البتنوني أستاذ مساعد بقسم العقاقير بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية بالمركز القومي للبحوث. أهلا بك دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك تفضل. يعني كان في قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع قشور النباتات
وكان فاضل لنا يمكن موضوع قشور الموالح زي البرتقال. ده حقيقي. برضو كان في ابحاث الحقيقه بحثين عملتهم زي ما قلت لحضرتك او قبل الفاصل كنا بنتكلم ان قشور يعني ممكن نفس القشور دي اذا اتعاملت باثنين من المذيبات المختلفه كل واحد يدي مجموعه من المركبات وكل مركبات دي يبقى ليها تاثيرات مختلفه. فالقشور بتاعه البرتقال احنا عملناها بفعلا نوعين مختلفين من المذيبات. النوع الاولاني عملنا دراسه عليه على طبعا كانت الدراسه الاولانيه كانت بتتكلم عن تاثيره على تحسين مظاهر والمؤشرات بتاعه القرحه في الفيران التجارب. برضو المستخلص الثاني كان تاثيره على تحسين الجهاز التاكسدي وبعض مؤشرات اللي بتدل على مرض الباركنسونيزم او الشلل الرعاش. وزي ما قلت لحضرتك رغم ان هو سبحان الله نفس الماده الخام هي في الاول هي القشره مجموعه في نفس الوقت بتاعه البرتقال، لكن طريقه التعامل معاها من الناحيه الكيميائيه او الصيدليه ممكن تؤدي لنتائج مختلفه تماما يعني. فكان الجزء الاولاني حسن لنا جدا في المؤشرات او الدلالات بتاعه القرحه، وطبعا دي كانت حاجه نتيجه كانت يعني ظريفه وفي نفس الوقت كانت النتيجه مختلفه يعني، لان احنا متعودين دايما ان البرتقال نفسه مثلا احنا بنقل ان هو للناس اللي بيبقى عندها حموضه او حاجه لا بنبعد عن الموالح شويه، لكن ممكن القشور نتيجه تركيزات مختلفه من المواد الفعاله اللي فيها والتعامل زي ما قلت لحضرتك باستخلاص معين ادى لنتيجه زي ما تقول مثلا الى حد كبير عكسيه يعني. فدي كانت ده كان البحث الاولاني، وكان البحث الثاني كملنا على نفس القشور دي وحاولنا بقى نشوف اتجاه تاني طبعا بمساعده المراجع اللي كانت متوفره لنا قبل عن البرتقال عموما. البرتقال الحلو ده نوع اسمه البرتقال اللي هو البرتقال اللي موجود عموما في مصر يعني، وحسن جدا مظاهر مرض الشلل الرعاش عند الفيران، وحتى صوره الدم بتاعه الحيوانات اللي اتاخدت منهم وحتى الاعضاء اللي تم تشريحها بالذات المخ طبعا لان بيظهر فيه اي نقلات عصبيه بتتاثر او يعني تركيزها بيقل او بيزيد بيبقى باين جدا في المرض ده. فلما نلاقي تحسن في العوامل دي فده بيدينا اشاره ان المستخلص ده كان له دور مهم جدا الحقيقه. فطبعا دي دول دراستين زي ما قلت لحضرتك لنفس الماده بس هي الفكر بتاعهم او التوجيه كان مختلف، ان احنا يعني ده كان برضو فيه نوع من التحدي شويه ان نفس الماده ممكن تدي حاجات يعني مختلفه تماما تاثيرات بيولوجيه مختلفه تماما يعني. طيب يعني دكتوره طبعا معروف ان اي بحث علمي هو بيبقى قائم على كوادر بشرية، لو هنتكلم عن مجال ومفيش حد بيشتغل طبعا يعني لوحده لازم يبقى في تعاون بين الكوادر دي ولازم يكون في تعاون بين الجهات البحثية، لو هنتكلم عن في مجال الصناعات اللي هي الدوائية أو العقاقير إيه الشركات أو مش الشركات يعني الجهات اللي انتوا تعاونتوا معاها أو اللي انتوا متعودين انتوا يبقى فيه بينكم وبين بعض نوع من التعاون في مجال البحث العلمي؟ تمام. بص حضرتك هو فكرة البحث العلمي ما ينفعش أبدا يبقى فيه بحث علمي ويبقى واحد بس يقول أنا عملت البحث يعني، يعني دي بتبقى من الحاجات حتى اللي ما بقتش يعني يعني لا هي حد يثق فيها إن ما فيش حد يقدر يقوم بدور كذا نوع من العلوم لوحده يعني. فأهم حاجة إن يبقى فيه فريق بحثي كل واحد بيبقى له تخصص معين، طبعا التخصص ممكن يبقى فيه واحد أو اتنين ولكن الفكرة أن التخصصات دي بتكمل بعض وبتدي صورة أوضح لمدى قوة النقطة البحثية أصلاً أن الواحد فكر فيها. الحاجة الثانية أن مثلاً لو أنا هشتغل عايز أقيم النبات ده من ناحية الكيميائية أو العقاقيرية أو الصيدلية، طب أنا هستفاد إيه أن أنا عرفت المركبات اللي فيه ومعرفتش تأثيرها؟ فطبعاً زمايلنا مثلاً في الكيمياء الحيوية أو في الفارماكولوجي بيساعدونا أن احنا نتوفق لأكتر نموذج ممكن نموذج علاجي يمشي مع الداتا أو المعلومات اللي احنا وفرناها له. كمان في زمايلنا بيقوموا
بجزئية التشريح، يعني ما ينفعش واحد، يعني هي بتبقى زي بقول حضرتك في تخصصات كمان دقيقة داخل التخصص الواحد. طبعا هي فكرة إن يبقى في تيم ورك، ده حاجة من الحاجات اللي بتقوي البحث أصلا، يعني وبتنور شوية أو بتدي زي هنتك أو يعني إرشاد لفكرة إن ممكن حد تاني ممكن يستفاد منه، أو يبقى مش في باله إن ممكن قشور النباتات دي تبقى فيها أصلا مركبات كيماوية أو حاجة، فيبتدي يعني يلفت النظر ليها يعني. طب احنا هنتكلم بقى عن جزئيه التدريب. ازاي ان انا دلوقتي زي ما كنا بنتكلم فكره البحث العلمي او فكره ان انا يبقى عندي كوادر بحثيه، لان البحث العلمي هو قائم على الكوادر البحثيه وقائم على الباحثين. ازاي ان انا ممكن اعد الكوادر دي او ان انا ادرب الطلاب؟ انا ايه دوري هنا دلوقتي؟ وحضرتك بالفعل في عندنا في المركز اهتمام جدا بجزئيه التدريب للطلبه، سواء كانوا اتخرج يعني قبل التخرج اكيد، لان هم ده الفتره المهمه اللي بعديها هيقابلوا بقى الحياه العمليه او هيحسوا ان عندهم شغف لحكايه البحث العلمي من عدمه يعني. فبيجي لنا تدريب من كليات زراعه وصيدله في الفتره الصيفيه بتاعتهم وعلوم، وفعلا بيدخلوا المعامل المختلفه. حتى المركز طبعا في اقسام مختلفه وفي معاهد كمان مختلفه، يعني حتى في معاهد تابعة للمعاهد الزراعية غير الصيدلة غير الطبية، طب الأسنان، في تنوع كبير الحقيقة حسب تخصص الكليات اللي منها الطلبة دي. بيشوفوا هنا طبعا الأجهزة، بيتعاملوا بإيديهم لو ازاي نفصل المركبات دي، أو زي ما حضرتك شايف مثلا الأجهزة اللي زي اللي ورانا دي الاستخلاص بيتم ازاي، وإيه الأجهزة المناسبة اللي تخلي الاستخلاص ده يطلع احسن مركبات، لان انا ممكن اعمل استخلاص عالي الحراره قوي كل المركبات اللي عندي تتكسر، ما ظبطش مثلا الضغط بتاع الجهاز، فتلاقي في فنيات او حاجات مش بتتقال قوي او مش بتتحس غير لما الواحد يشتغل بايده ويفهم يعني النبات ده بنتعامل معاه ازاي، بيتعرف ازاي، طب نعرفه فين. فكره ان في اصلا طلبه بيقول لنا يعني مش قوير قوي بحته ان احنا ايه ده، طب انتوا بتعرفوا النباتات ازاي اصلا يعني. فبتبقى في جزئيه يعني التعامل العملي نفسه بيديهم خبره، حتى لما بيرجعوا بعد كده بتبقى عندهم فكره عن المعامل. طبعا في معامل في كلياتهم، ولكن خبره بقى الشغل نفسه يعني، المعامل بتبقى مقتصره على التدريس او كده، لكن احنا عندنا بنوصل لنتائج، فبتبقى دي بالنسبه لهم بتبقى خبرات بيستفادوا بيها جدا الحقيقه يعني. طيب يعني معروف دايما ان الشق الدوائي او الشق الخاص بالعقاقير بيبقى قائم بنسبه كبيره جدا على النبات، وخصوصا فكره النباتات الطبيه والعطريه. كتير جدا الناس بتتجه، بدل ما يقول لك بدل ما اتجه للادويه، لا انا الجا للنباتات نفسها اللي هي زي العطاره والكلام ده كله. ولكن يعني للاسف في ناس بيستخدموا المستحضرات الطبيه دي او النباتات الطبيه والعطريه بشكل غير صحيح او بشكل غير علمي، بنشوف ان ساعات بيبقى فيه اثار جانبيه للاسف سيئه يعني. لو احنا ننصح الناس فيما يتعلق بهذا الجزء ممكن نقول ايه يا دكتور مان؟ والله انا الحقيقه الموضوع ده بالذات من اكتر المواضيع اللي بتبقى يعني في تخصصي يعني. يعني انا الحقيقه يعني انا هو رغم ان انا عقاقير، انا لو هشتغل على النبات انا هو في نفس المجال لازم الجا لحد متخصص في العقاقير في تعريف النباتات. لكن انا ما ينفعش اروح لعطار اقول له عايزه حاجه للكحه عايزه حاجه للبرد ويعمل لي خلطات، ده ممكن النباتات اللي هو جايبها هو ما يعرفش اصلا انها مغشوشه. يعني في جزء من العطاره ده بيتغش كتير بسهوله بالوانه يعني. فطبعا ده للاسف بنسمع عن حالات كتير قوي بتعاني من الاثار الجانبيه لفكره الوصفات اللي هي على السريع دي. فانا حقيقه يعني نفسي الناس ما تلجاش للعطاره، في الاخر بيسموه الطب البديل والكلام ده كله. وممكن حد بتاع عطاره كمان يعمل تركيبات، ودي تبقى بقى حتى في تركيبات جلديه وفي تركيبات حتى طبعا اللي بتتاخد اللي بتدخل الجسم دي تبقى اخطر حاجه، لان هو مش عارف التركيزات قد ايه، مش عارف التاثيرات اللي ممكن تعملها قد ايه. ممكن الخليط اللي هو عامله ده يبقى متوقع ان دي لوحدها مثلا للكحه ودي لوحدها مثلا للرشح، يجي يحطهم مع بعض يعمل تفاعل او يعمل حساسيات جامده ويضر بصحه ناس كتير يعني.
فياريت الناس تبقى دقيقة بس، يعني الصيدليات موجودة والأطباء موجودين، إلا لو حاجة موجودة في الصيدلية من مصدر نباتي ممكن ساعتها يعني لو الدكتور وصفها يعني. طيب يعني ختاما كده لو هنتكلم على جزئية، نرجع تاني بقى لجزئية المخلفات، أنا دلوقتي إيه الأبحاث اللي أنتوا إن شاء الله شغالين عليها فيما يتعلق بموضوع المخلفات؟ والله هو لسه في، عارف حضرتك يعني في أفكار كتيرة، احنا دلوقتي في افكار برضو الموالح دي، احنا عندنا في مصر غنية جدا بالموالح، يعني ليمون ولارنج وفي انواع كتيرة من الموالح، احنا لسه تحت الدراسة ولسه التجارب البيولوجية لسه فيها ما وضحتش قوي، فانا مش هقدر يعني اقولها، ولكن اللي انا عايز اقول لحضرتك ان دايما جزء كبير من شغلنا بيميل برضو للتنوع، يعني أنا أشتغل على نباتات معروفة دي حاجة كويسة أو على ثمار نباتات معروفة، لكن في نفس الوقت أنا لازم أراعي فكرة أن أنا أشتغل على المخلفات، يبقى الشغل بتاعي فيه كذا موضوع، فإحنا دايما بنحاول ندور ونفكر على حاجة جديدة ويبقى الاستفادة منها إن شاء الله بعد كده إذا كانت واعدة للتطبيق يعني. دكتورة مروة يعني مزيد من النجاح ومزيد من التوفيق، انا بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكر حضرتك استاذ احمد، شكرا جزيلا ونورتونا يعني في مركز القومي للبحوث. اهلا. كان معانا دكتوره مروه البتنوني استاذ مساعد بقسم العقاقير بمعهد بحوث الصناعات الصيدليه بالمركز القومي للبحوث، طبعا شرفتنا وقالت لنا حاجات مهمه جدا فيما يتعلق باستخدام المخلفات النباتيه وازاي انها ممكن تخش في الصناعات الاخرى، خصوصا اللي هي الصناعات فيما يتعلق بالصناعات الدوائيه والعقاقير. نرجو اعزائي المشاهدين تكونوا استفدتوا من الحلقه، بشكركم على حسن المتابعه وبشكر فريق العمل، كنت معكم انا احمد عبد الحميد، وعلى وعد باللقاء وحلقه اخرى من برنامجكم مراكز وابحاث.